الحمد لله الاستعدادات جيده اللاعبين فهم كلهم جاهزين اه كاين اه شعور با بالمسؤوليه اه عندنا الثقه في اللاعبين اه وعندنا الثقه في الجمهور ديالنا اللي غيكون حاضر ان شاء الله باش يساندنا اه مباراه ماشي سهله اه خصم اه متمرس اه اقصى مجموعه ديال المنتخبات القويه وبالتالي هي مباراة اللي جميع اللحظات ديالها غتكون مهمة جدا أهم شيء غادي نركزوا عليه هو شنو هي الطريقة اللي غادي خصنا نتعاملوا بها مع المباراة باش نفوزوا بها إن شاء الله لأن مباراة مهمة من جات من بعد مشوار طويل ديال العمل آه والمشروع ديال هذا المنتخب هذا آه نتمنى ان شاء الله تكون التوفيق حالفنا باش نتوجوا هذا هاد العمل هذا اللي بدا آه تقريبا هذه 18 شهر او اكثر بهذا الكاس هذه فمنتخب النيجيري فهو آه عنده مؤهلات عند اللاعبين المنتخب النيجيري آه تعتمد على آه السرعه وعلى القوه البدنيه آه شفنا ان عنده لاعبين اللي صراع أه في الهجوم وكذلك عنده الرقم ثلاثة اللي تلعب أه الكرة الجانبية تشوش تلعبها طويلة بزاف أه سجل من ضربات ثابتة سجل حتى أه قربت تسالي مجموعة ديال المباريات أه كان من هذا ورجع في النتائج أه وبالتالي منتخب اللي خصنا نوضعه في الحسبان خصنا نستعدوا ليه بشكل جيد أه عندنا اللاعبين اللي قادرين انهم يديروا الفرق آه وعندنا كذلك كرسي احتياط في المستوى نتمنى التوفيق ان شاء الله عبد الله حافظي اليوم غادي يقوم باول حصه في الملعب باش تشوفوا الجاهزيه ديالو الحمد لله الحصص اللي دارهم آه داخل الفندق فهو آه مروا بشكل جيد آه تحسن كبير في الحاله الصحيه ديالو غنشوفوا اليوم في الملعب ونشوفوا آه فين وصل باش نقروا مدى الجاهزيه ديالو واش غيكون معنا ولا لا ان شاء الله